وللمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، كيف تسير عملية توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل؟ نعم إيمان، لازالت الجهود مستمرة في ميناء أبو سمبل النهري ومعبري قسطل وارقين لتقديم كل الخدمات لتوافد السودانيين عبر المعبرين، لكن اليوم تتجدد هذه الخدمات أو هناك نوع من الدعم الكبير بعد الزيارتين الهامتين اليوم. الزيارة الأولى هي للسيدة انتصار السيسي حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر جمعية الهلال الأحمر في القاهرة للاطلاع على لشرح الجهود الإنسانية التي تقدم من قبل الجمعية وجهود المتطوعين وشكرها للمتطوعين، فهذا دعم كبير جدا يقدم لجمعية الهلال الأحمر، خاصة أن هذا الدعم سيصل إلى هنا في معبري قسطل وأرقين. وهذا ما نقله إلينا أحد المواطنين السودانيين اليوم عن الخدمات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر من خلال متابعته الصحية، لأنه كان يعني لديه شكوى من بعض الأمراض كالضغط والسكر، وأيضا قام بالاطمئنان على صحته وأيضا زوجته في تناول الأدوية الخاصة لعلاجها. وأيضا الخدمات التي تخطت 380 ألف وجبة وحقائب نظافة شخصية، بالإضافة إلى أكثر من 4785 حالة دعم نفسي، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف خدمة طبية. فبالتالي جهود كبيرة تقدمها جمعية الهلال الأحمر بالطبع دعم وتوجيهات من القيادة السياسية. الزيارة الثانية هي زيارة السفير سامح شكري وزير الخارجية ولقائه بالمفوض السامي للمفوضية لشؤون اللاجئين في جنيف، وتم الحديث عن تناول الوضع السوداني وطلب الحشد من المفوضية لدعم السودانيين الوافدين عبر مصر بتقديم مزيد من الدعم والمساعدات الطبية أو الصحية. وتم التأكيد على الرقم الذي كنا قد أعلناه في خدماتنا الإخبارية السابقة، هو 121 ألف سوداني قدموا إلى مصر من خلال معبري قسطل وأرقين فقط. وهذا أيضا متعلق بالجهود التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المصرية في تقديم خدماتها خاصة لجمعية الهلال الأحمر، فهذا الدعم تخطى أكثر من 53 مليون جنيه على هيئة حقائب نظافة شخصية وواجبات. نعم. وتم مضاعفة الشراكة بين المفوضية وجمعية الهلال الأحمر. نعم. لتقديم أكثر من مليوني وجبة وأيضا حقائب شخصية، فبالتالي هناك مجهود متعاون وتقديم كل التسهيلات من الحكومة المصرية لهذه المنظمات للعمل على تقديم كل الخدمات، والتأكيد. نعم. أيضا على أن مصر تفتح الحدود اتساقا مع التزاماتها الدولية والإقليمية. أشكرك جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.